احب اعيش الحريه مثلا، اولها حته قطعا تبقى مسروق. محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال، بس تصريحاته كانت ناريه. شو القصه؟ تعالوا نحكي موسيقى. علاقة عبد الوهاب في المسرح الغنائي ما كانت ناجحة. عبد الوهاب ما ساهم كفاية في المسرح الغنائي اللي نهض من خلال سيد درويش، وشارك فيه ملحنين كبار مثل داود حسني، كامل الخلعي، وزكريا أحمد. ولما نسأل عبد الوهاب عن التقصير في المسرح الغنائي، كان جوابه أنه هو بدأ كمطرب واشتهر كمطرب، وبيعشق الطرب وبيعرف منيح أنه الجمهور تعلق فيه كمطرب، عشان هيك ابتعد عن المسرح الغنائي. ومن ناحية تانية خاف أن المسرح يحاصر ألحانه من خلال قوالبها المسرحية، فبضطر يلحن بحسب النص المسرحي أو الموضوع والمناسبة. هذا التصور ما كان رح يكون لو عبد الوهاب صنف نفسه من البداية ملحن ومش مطرب. وعلى سيرة المسرح الغنائي، أنا أنطونيو قصيدة من المسرحية الشعرية كليوباترا ومارك أنطونيو، قدمتها فرقة منير المهدية اللي عرضت بعام 1927. أنا أنطونيو وأنطونيو أنا. عبد الوهاب اتهموه مش بس بالاقتباس، اتهموه بالسرقة حرفيا، مش بس من الفنانين أو الصحافة، كمان من جمعية المؤلفين. والغريب إنه كان عارف وسامع، بس عبد الوهاب اللي انتقد جمعية المؤلفين اللي بتقول نقل 4 موزير موسيقية مثل ما هن تعتبر سرقة. هو بيحكي انه العبرة مش في المزورة اللحنية، العبرة في توظيف اللحن وشخصيته. اعترف كمان انه في بداياته نقل من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، وظفها بلحن أحب عشت الحرية. أحب عشت الحرية زي الطيور. وسبب حب عبد الوهاب لهذا النوع من الموسيقى انه بتاخده لحالة من التأمل والمتابعة، بتخاطب العقل والإحساس مع بعض. وبحكي عن الفرق بين الموسيقى الكلاسيكية الغربية والألحان العربية، بيقول انه الألحان العربية ما فيها ثيمة موسيقية واضحة، والألحان ممكن تتضمن كتير من الزخرفة، بعكس الألحان الغربية الكلاسيكية طبعا مثل السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. يعني الألحان الغربية بتشدك للتفكير البعيد أكتر من ما تشدك للمتعة اللحظية. أحب عيش الحرية مثلا، أولها حتة دي حتة مثلا حتة صغيرة، يعني لو تجيب القانون وتحطيه قانون بتاع جمعية المؤلفين اللي أنا كنت رئيسه وحطه كده يمكن، لكن لا، الحتة قطعا تبقى مسروق. ليه؟ لأن الحتة دي لها شخصية، تتتتا دي خلتها لها شخصية، انتهى الأمر. العلاقة اللي جمعت بين سيد درويش ومحمد عبد الوهاب أثمرت عن ألحان وأغاني. يمكن أجمل ما غنى عبد الوهاب لسيد درويش أنا هويت وانتهيت. الأغنية كتب كلمات الشاعر يونس القاضي من مواليد عام 1888، غناها ولحنها طبعا سيد درويش من مواليد 1892. مش كتير معروف تاريخ صدورها، بس ممكن نقول انه الاغنية من اشهر الاغاني العاطفية في تاريخ الغناء العربي. غناها عمالقة الفن منهم محمد عبد الوهاب، فيروز، سعاد محمد، فريق مسار اجباري اللي قدموا الاغنية كمان بتوزيع جديد وكتير حلو. انا هويت. وفي النهاية لما بيسألوني ليش الموسيقى لغة، ببساطة لانه بفهمها كل الناس. تابعوني على كل المنصات المختلفة، كنت معكم ياس مرجية، تعالوا نحكي موسيقى.